ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آل بيته الكرام وصحبته الغر الميامين. السؤال اللي ورد هو نموذج لما يعرف بزيادة التحديات في الفعالية الواحدة التي تكلمت عنها كثيرا وأعطيت نماذج تطوير الفعالية. في عرفي أنا وفي مفهومي وفي تصوري أضع بين قوسين هو زيادة التحديات وليس تقليل التحديات، زيادة التحديات. فهذا تمرين بسيط جدا، يعني بسرعة نشرحه، من الحارس إلى رقم 2 ومن الحارس إلى رقم 4 بنفس الوقت، مناولة فقط، والاثنين وأربعة يؤدون الدهرجة إلى العلامة الأولى، فاثنين يلعب إلى منطقة الجناح إلى زميلة 3، وأربعة يلعب إلى زميلة بمنطقة الجناح 5، فيكون هناك توقيت ركض جيد وسريع من قبل 3 و5 للوصول إلى كرة في هذه المنطقة المظللة. بعد الوصول إلى الكرة 2 يهيئ الكرة أمام الهدف يصوبها اللاعب، 3 يهيئ الكرة أمام الهدف يصوبها زميل 2، بينما 5 يهيئ الكرة أمام الهدف الآخر يصوبها اللاعب رقم 4. إذن 2 اللي بجهة وحدة دا يشتغلون 4 ويا 5، وهنا 2 ويا 3 يخلصون يرجعون يبدلون مكاناتهم، فتبدي مجموعة زوج آخر وزوج آخر وهكذا، كل مجموعة تنفذ 4 مرات، ليس بأكثر، 4 مرات. فحصة كل لاعب راح تكون 2 مرات تصويب و2 مرات تهيئة كرة. ممتاز، أعطي فترة راحة، أعطي فترة راحة. الآن نروح لما يعرف بالتطوير، كيف يمكن أن نطور الفعالية. أنا أحتاج إلى تطوير، إذن أحتاج إلى زيادة، أحدث زيادة. لكن من الشكل تلاحظ الآن الفعالية الثانية اللي تأتي بعد فترة الراحة هم 4 مرات فقط لكل زوج، 4 مرات. فالفعالية نفس الشيء، يستلمون من الحراس 2 و4 يدحرجون للعلامة الأولى، من العلامة الأولى ما يمررون الكرة إلى منطقة الجناح وإنما يمررون الكرة إلى زميلهم. 4 يعطي إلى 5 لاحظ، و2 يعطي إلى 3. 5 و2 الآن يخترقون بالدحرجة للوصول إلى منطقة الجناح. هذه هي زيادة في التحدي. فعندما يصلون إلى منطقة الجناح يكررون تهيئة الكرة أمام الهدف. 4 يصوب كرة 5 و2 يصوب كرة 3. هذا جيد، 4 مرات، أعطي فترة راحة وأذهب إلى زيادة التحديات الثالث. أنا سألتكم شنو في فكركم، ما هو زيادة التحدي الثالث في مثل هذه الفعاليات، وأنا وضعت جوابي، قلت لي أنا أعتبر نفسي منكم مدرب، يعني أنتم زملائي وإخواني وأبنائي، فقلت أنا حتى أزيد التحدي أعمل ناحية تكتيكية مهمة يسموها تغيير اتجاه اللعب. فاثنين يستلم للحارس، 4 يستلم للحارس بنفس الوقت، 4 يدحرج إلى العلامة الأولى، 2 يدحرج إلى العلامة الأولى. الآن أريد أغير اتجاه اللعب، 2 يلعب إلى 5 و4 يلعب إلى 3، يسلموا الكرة 2 و5، يطبقون بقية الفعالية، دحرج إلى منطقة الجناح، فثلاثة يهيئ الكرة إلى 2 يصوب 2 على المرمى، 5 يهيئ الكرة إلى 4 يصوب 4 على المرمى، وقلنا يرجعون يبدلوا مكاناتهم 4 مرات. عندي 12 مرة بالفعالية الأولى. التحديات بسيطة، إنه استلم دحرج يلعب زميلك بالجناح، زميلك بالجناح يمرر لك الكرة وتصوب على المرمى. هذه بسيطة، يعني إحنا نعتبرها يعني واحدة نسميها، وبالفعالية الثانية زدنا دحرجة. هذه شو زدنا التحدي، دحرجة هاي المسافة، إذا هاي
18 ياردة ب 18 ياردة ب 18 ياردة، هذا راح يدهرج ما يقارب يعني 30 ياردة إلى 32 ياردة إلى 35 ياردة، باعتبار هاي 18 وهاي 18. فزدنا التحدي على اللاعبين، لأن اللاعبين الآن جتهم يعني ريت اوف ورك زاد، معدل الشغل عندهم زاد الآن بهذه الدحرجة الطويلة. فاللاعب الآن رقم الفعالية رقم 2، هذه هي الزيادة اللي أحدثناها هنا، إنه بدل الدحرجة الواحدة كانت صارت دحرجتين عندي. زين، وهذا زيادة في التحدي 100%، ومعدل الشغل راح يرتفع عندك. ثم قلنا بالفعالية الثانية أدخلنا مفهوم تكتيكي مهم، وهو تغيير اتجاه اللعب. فاثنين وأربعة بعد الدحرجة يغيرون اتجاه اللعب، أربعة يلعب إلى ثلاثة، اثنين يلعب إلى خمسة، ويكرر الروتين السابق، خمسة يخترق بالدحرجة وثلاثة يخترق بالدحرجة إلى منطقة الجناح، ثلاثة يهيئ إلى زميل اثنين، خمسة يهيئ إلى أربعة. وبذلك أكون أجبت عن سؤال مهم، أنه أنا أريد المدرب العربي، يعني أسأل الله أن يسمع قولي للمستقبل، أن يفكروا في زيادة التحديات، مو في كل الفعاليات التدريبية، لكن في فعاليات تدريبية مثل هذا. لماذا؟ لنتكلم. لو افترضت أنا عندي التمرين الأول أرجع له، إن شاء الله أكون وفقت في الرجوع إلى، لو عندي هذا التمرين الأول كما يحدث في ساحات التدريب، أسوي أربع مرات أنطي راحة، أرجع أسوي أربع مرات أنطي راحة، أرجع أسوي أربع مرات أنطي راحة، ما بي مشكلة أبدا. لكن ما رأيك أنه هذا التمرين أسوي أربع مرات وأعطي راحة ثم أغير هذا التمرين، أسوي أربع مرات أعطي راحة ثم أغير، وهذا التمرين أسوي أربع مرات ثم أعطي راحة، وقارن أوازن بين ما سواه المدرب السابق على نفس التمرين، بس تمرين واحد ثلاث مرات، كل مرة أربع مرات، والتمرين اللي أنا أسوي نفس التمرين نفس التشكيل نفس الحركات، سواء غيرنا بالاتجاهات وغيرنا بما يعرف بزيادة الأداء الفني داخل الساحة، وحافظنا على نفس المسافات ونفس اللاعب المصوب على الهدف، نفس اللاعب. يعني إذا أربعة واثنين صوبوا، من يرجعون يسوون محاولة ثانية راح اللي صوبون خمسة وثلاثة، وأربعة واثنين يصيرون لاعبين أجنحة، وهكذا يدار اللاعبون. أنا عندي أربع مرات كل محاولة، إذا اللاعب الواحد راح مرتين يعمل كلاعب دحرجة بالجناح، ومرتين يعمل كلاعب تصويب على الهدف. فانتاسك، ريبتيشن، تكرار، ومنطقة محددة جيدة، 18 ده 18 ده 18 ده 12 مرة بعد فترة الإحماء، تدريب على التصويب غاية في الأهمية وفي ما يعرف الإنتاج الفني. أنا الدكتور موفق المولى، يعني ألقيت الضوء على سؤال من أحد الأخوة من تونس، ونفس الوقت كان هناك أسئلة من مصر عن مفهومي اللي طرحته لعدة مرات، وهو زيادة التحديات في التمرين الواحد. لا، رأيي يعني رأيي، قد يكون رأيك معاكس إلي، فعظيم أحترم رأيك، لكن أنا رأيي حتى تطور لاعبيك لا تستمر 12 محاولة على نفس الفعالية، لا، غير بها. التغيير بالفعالية يكسب اللاعبين حلول أكثر، وكل ما كانوا اللاعبين عندهم حلول أكثر، كل ما كان أدائهم في الساحة تكتيكيا أحسن. ليش؟ لأن يتعودون على معرفة الحلول الأكثر. أنا دكتور موفق، اللهم يوفق الجميع ويستر على الجميع ويرضى عن الجميع بإذنه تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.